نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حفلاً لتكريم فريق عمل بطاقة السعادة الخاصة بمنح خصومات وامتيازات للموظفين. حيث كرم سعادة اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي فريق العمل مثنياً على جهودهم المتميزة في تعزيز سعادة موظفي إقامة دبي. حضر حفل التكريم العميد عوض العويم مساعد العام لقطاع الموارد البشرية والمالية والعميد علي عجيف الزعاب المستشار القانوني لإقامة دبي وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.